اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الجوله، جوله السوق من تونس. هذا اليوم صباح الاحد وهو يوم عطله رسميه في تونس. ناخذكم معنا في هذه الجوله لمعرفه حركه اي البيع والشراء ضمن هذه السوق الواقعه في قلب العاصمه تونس وهي سوق سيدي عبد السلام، وايضا للتعرف على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين في ظل الحديث عن ارتفاع الاسعار وايضا تراجع المقدره الشرائيه للمواطنين التونسيين، سيما في ظل ما بات يعرف بالانزلاق الكبير للدينار التونسي مقارنة بالدولار واليورو على وجه الخصوص، وما أثر فعلا على حجم الأسعار في تونس. صباح الخير بابا، شنو أحوال؟ الحمد لله. شنو أحوال السوق؟ لا بأس، حركة بركة الله، فما شوية حركة اليوم. الغلاء الغلاء، احنا سألنا على الحركة قبل. الحركة بدأت شوي شوي نهار حد مكي سير الأيام فارغ تلقاه الاسعار على ما يبدو انها اسعار نار. علاش نار كيلو فلفل ب 3000 وانت يفهم علاش ارتفعت بشكل كبير؟ علاش غليت بشكل غليت؟ خويا الله اعلم، احنا زوايا ولا كان لقينا رخيص، انا كلينا ما لقيناش رخيص، انا نخزر ونسكت. سوا خضره معروفه، بلاد فلاحه، بلاد زراعه، بلاد خضره، يعني ما عرفش علاش حتى المواد الاساسيه كما الخضروات الطماطم والفلفل ديما غاليه تونس، خضره غاليه، زوالي مات، ضعيف الحال مات. سبقوا الخيرة إن شاء الله، ربي يجيب القسم وربي يسهل إن شاء الله، ربي يدينا تونس في الخير إن شاء الله. شكرا لك. صباح الخير. شنو هو الاسعارك في المتاليه؟ يعني الاسعار ولات اكثر من اللورو، انا نعيش لبرا. تعيش انت في ايطاليا؟ الاسعار في ايطاليا ارخص من تونس؟ ارخص من تونس بالنسبه، معناها بالنسبه للسميك نتاع العام، معناها في ايطاليا ارخص بالنسبه للسميك الشهريه نتاع، معناها نتاع العام خير، معناها ارخص من هنا. هنا العام البسيط قداش يخلص في الشهر؟ حسب رايك قداش يخلص؟ 400 500 ما يخلصهمش، يعني في معدل 200 وشوية تقريبا 300 دينار. 400 مع صغار ما يسويش، والله حليل الزوايا اللي ربي يهداهم. علاش ارتفعت بشكل كبير الأسعار؟ علاش ارتفعت الأسعار بشكل كبير خاصة الفترة الأخيرة؟ الحكومة هي اللي الأحزاب مشكلة تسيير في نظرك. ضعفت السياسة، ضعفت، فهمتني؟ معروف على تونس انها بلاد خضراء مثمور رومة، فيها الفلاحه، فيها زراعه، فيها منتجات كبيره بالطبيعه، لكن ما وصلناش حتى الحل. ما نعرفش برا نجيو نحن كحدنا، معناها نجيو نبدلوا لورو، معناها فهمتني؟ نبدلوا لورو، انا كحدنا على الزوالي الدينار تحت قيمته. في عهد بورقيبه ما تلقاهاش هكا، في عهد زيد ما تلقاهاش هكا، فهمتني؟ ياسر والله ياسر، ربي معاهم الزوالي. سبقوا الخير ان شاء الله. ديما انا نبدا نسمع في التلفزيون البر، نبدا نتبع كلمات ما غير افعال، تكلم ما غير فعل. شنو الحل في نظرك لهنا؟ توا المسؤولين والحكومه يقول لك غياب الانتاجيه، ما فماش عمل، ما فماش ثقافه عمل، تراجعت شويه، وفما الناس كل معامله كان على الحكومه والهيبات نتاع الحكومه والدوله ورزق البليد. من جهه الاخرى المواطن يقول لك يعني الاسعار غاليه وما الحكومه مش قادره. ما عندناش شكون معناها نعيش لبرا، فهمتني؟ ما عندناش شركات، معناها شركات اللي توفر، معناها فهمتني، اللي خدم، معناها دخل، معناها للشباب كما تو، معناها كما سمعت على الانتريت، معناها باش يخرجوا 62 ولا قداش، ما تجيش. عندنا شباب يحب يخدم تو، الشباب اللي تحرقوا عليه ما لقاش خدم، كل كارت خدم هنا ما تحرقش. وشوف فيها طريا هنا انا عايش فيها، ما فيها شيء، يجي غادي مسكين يشد الحبس يدخل في دومين اخر هكا، ما فهمش معناها باش يجي ديريكت باش يعمل اوراق باش يورق، لا لا مستحيل. تو شكون اللي قاعدين يعملوا في الوراق؟ وهم جماعه اللي حارقين من ليبيا والصفير، النيجر والنيجيريا، جماعه نيجيريا السنغال، هم اللي قاعدين يعطيو فيهم في الوراق. انا نقولها لك من الاول والاخر، والله نحن التوانسه الله غالب، فهمتني؟ ان شاء الله خير. ان شاء الله خير اخويا، ان شاء الله. شكرا لك. صباح الخير.
انت تخدم لهنا ولا جاي تشري؟ لا انا نشري، انا هاني نشري. علاش الاسعار غاليه؟ علاش الطماطم ب 2200 والفلفل ب 3200 في السوق؟ سوق شعبيه يعني، سوق بتاع هي هذه سوق شعبيه. اسال الحكومه، اسال الرجال اللي شادين البلاد، هما اللي يتصرفوا فينا هكا يلعبوا فينا. شنو المشكل نتاع انتاج ولا فما احتكار اللي خلى الاسعار؟ هما الاربع كعبات اللي يحكموا في البلاد هما اللي يسيروا فينا يلعبوا فينا شكرا لك. صباح الخير يا سيدي. شنو احوالك؟ والله بخير. شنو احوال سوق باب سعدون؟ هذه سوق سيدي عبد السلام معروفه سوق شعبي. سلامك. تشوف من المواطن من تسمع به الحم من مسكين غالي عليه، ما عادش قادر من باش يشريه بالكل. من تشوف تو انت جزار هنا وتبيع وتقول الحم غالي، ما علاش باش يقول المواطن العادي يعني اللي باش يشري؟ شو باش نقول لك؟ من المواطن من القفه نتاعو ما عادش ينجم يعبيها حتى ب 50 دينار. ما عادش قادر باش يشري لا الحم لا قادر باش يشري حتى شيء. علاش الارتفاع خاصة في أسعار اللحوم يعني في تونس الفترة الأخيرة؟ هل هو مشكل نتاع إنتاج؟ يعني ما فماش إنتاج الكافي ولا مشكل نتاع احتكار ولا مشكل نتاع مسالك توزيع؟ شنو بالضبط المشكل؟ والله من ناحية المسالك التوزيع معناها نجم نقول لك معناها متوفرة. شركة اللحوم قاعدة توفر من برشا جزر. لكن ما نسمع فيه الفلاح غالي عليه، ما نسمع فيه من برشا حاجات اللي يخدم بها من وكل شيء. وهذا هو الشيء اللي خلى من الجزار يبدا من يتشكى، والوكيل المسكين يعلم به الا ربي. وهذيك هي تو انت لهناك في الحانوت بتاعك ما فماش، ما لاحظتش فما برشا مواطنين قاعده تشري، ما فماش بيوع يعني. ياك تشوفوا اللي من تسمع فيه من تلقى من يمشي واحد حد يجي واحد. هذيك هي من ماهيش من كيما قبل من بالصف ولا انسان الشريان من بزيد من بالواحد من كأنه واحد شاري الصف من انسانك. او ربي قد الخير ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين ولدي. امين الله يجعلك. شكرا لك. صباح الخير. شنو احوالك؟ صباح الخير. شنو احوال السوق اليوم؟ كيفاش لقيت السوق؟ ياسر غالي
غالي برشا اليوم. شنو اللي غالي بالضبط؟ الجلبانه ب 3400 الكيلو، الفلفل فهمتني ولا لا؟ قريب 3000. اش باش ياخذ الواحد؟ هاني قاعد ندور من مقبله. هذه تقريبا من ارخص الاسواق يعني في الاسعار نتاعها، معروفه السوق الشعبيه سي سيدي عبد السلام في تونس. ما عادش ماهمش كيما قبل. علاش علاش الارتفاع هذايا بالنسبه لكم يعني كمواطن؟ علاش ارتفعت الاسعار بشكل كبير خاصه الفتره الاخيره الشهرين هذوما يعني؟ هل هو مشكله نتاع التوزيع نتاع احتكار نتاع ما فماش انتاج؟ هذاك شيء داخلي انا عاد ما نعرفوش. شيء داخلي انا ما نعرفوش. وانت تعرفوا وانا نعرفوا وما منحبوش نقولوا حد شيء. جيت تعرف اني قلت لا تعرف تعرف اما شيء. انني نعرف ان المقدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي تراجعت بشكل كبير يعني الفتره الاخيره. الغلاء فهمتي عاد ياسر ياسر غاليه الدنيا، وبصفه فهمتي عاد عامه غاليه غاليه برشا. هاك تشوف ندوروا من مقبيله اش باش نشري واش نشري وما لقيناش ما نشري. قداش الواحد اش يعني وزيد عاد واحد عاد ريتريتي شنو اللي باش يعمل بهم؟ معناتها شيء بعيد على بعض وربي يقدر الخير ان شاء الله. شكرا لك. إذن كما تلاحظون مشاهدينا الكرام هذه الجولة ضمن سوق سيدي عبد السلام، وهي سوق شعبية وسط العاصمة تونس في هذا اليوم يوم أحد، وهو اليوم العطلة الرسمية في تونس. كما تلاحظون الحركة بدت ضعيفة نوعا ما، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي خلال الفترة الأخيرة بشكل بات ملاحظ ومقلق بالنسبة للمواطنين وأيضا بالنسبة للمسؤولين السياسيين. وهناك يعني جلسة للبرلمان التونسي منتظرة بداية هذا الأسبوع لمساءلة محافظ البنك المركزي حول الأوضاع المالية أو النقدية العامة في تونس، سيما في ظل الانزلاق الحاد للدينار التونسي مقابل باقي العملات الأساسية كاليورو والدولار، وهو ما أثر فعلا على الاقتصاد التونسي. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى موعد آخر من تونس.